أدى إعصار تشابالا الذي ضرب السواحل الجنوبية الشرقية لليمن لوقوع ضحايا وأضرار جسيمة بحسب ما أعلنته مصادر من حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي. وشهدت المناطق الجنوبية الشرقية لليمن رياحا قوية ترافقت مع موجات عاتية ضربت المناطق الساحلية في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة. وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مدن وبلدات المنطقة وقد غمرتها المياه بشكل شبه كامل، لا سيما في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.